تلقى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئه من سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان آل خليفه رئيس الفخري لنادي راشد للفروسيه وسباق الخيل رفع فيها إلى المقام السامي لجلالته أسماء آيات التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة استضافة مملكة البحرين أعمال القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين برئاسة جلالته وأشاد سموه في برقيته بما جاء في كلمة جلالته السامية من عبارات ومضامين جسدت حرص جلالته في تعميق الروابط العربية والحفاظ على النسيج العربي والدفاع عن مصالح الأمة العربية. كما اشاد في هذه المناسبه باداره جلالته الحكيمه والموفقه لاعمال القمه العربيه التي عكست المكانه المرموقه التي تحظي بها البحرين كدوله فاعله وسط المجموعه العربيه